اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتابع اليوم دراستنا في chapter 4 اللي هي الحركة في 2 dimensions and 3 dimensions. اليوم الصحيح راح ناخذ application على الموشن in 2 dimensions، التطبيق على الحركة في بعدين، which is the projectile motion، حركة المقذوف. حركة المقذوف التيبيكال شيب للبروجكتايل موشن اني اطلق جسم من ارتفاع معين أو من سطح الأرض مثلاً، هذا الجسم يوصل لمنطقة معينة بنسميها الماكسيموم هايت، أقصى ارتفاع، بعدها ما رح يرتفع للأعلى، بعدين it's gonna return back to the ground، رح يرجع لسطح الأرض. الآن هذا typical formula للprojectile motion، لكنه مش هو الستاندرد، يعني ممكن إني أجي أطلق جسم من تلة للأرض، أو العكس، أطلقه من سطح الأرض لتلة أو لجبل أو لسطح بناية. الآن وين ما في عندي حركة باتجاه الـ x-axis وحركة باتجاه الـ y-axis، this is actually a good application for motion in two dimension. إنه هذا الجسم عم بيقطع أمتار على الـ x-axis and at the same moment هذا الجسم عم بيتحرك على الـ y-axis. Okay؟ هلا اللي بيصير إني بعطي هذا الجسم سرعة ابتدائية، we don't know what's going on before this velocity. صحيح إحنا مش بقديل بالنسبة إلنا نعرف مسبب الحركة، إحنا بهمنا الآن جسم معاه سرعة وبيتحرك، شو سبب هاي الحركة؟ مين القوة اللي أثرت على هذا الجسم؟ كيف خلته يتحرك؟ هذا رح نتعلمه في chapter 5 إن شاء الله لما بنبدأ ندرس the cause of action، سبب الحركة اللي هي الفورسز، القوة. أوكي؟ الآن بهمني أنا في البروجكتايل موشن تعرفوا إنه بطلق جسم بسرعة ابتدائية V نوت، this V نوت تصنع زاوية مقدارها theta نوت with a positive x axis، لأن هاي السرعة رح يكون إلها X component على الـ X axis بقرأها V not X، ورح يكون إلها Y component على الـ Y axis، this is V not Y. الآن هذا الجسم رح يوصل لأقصى ارتفاع بعدين يرجع لسطح الأرض. عند at any point، عند أي نقطة، لاحظوا بإمكاني أخذ السرعة أحللها لمركبة سينية وصادية، تمام؟ لو جيت حكيت لكم خليني أطلع أنا وياكم على هذا النمط من الحركة. Well، رح أجي أحكي هذا النمط من الحركة إذا براقب السرعة السينية، لاحظوا لليمين لليمين لليمين، وإذا عندي خليني أحكي measurement بإمكاني من خلالها أقيس طول هذا الفيكتور باتجاه الـ x-axis، it's gonna be the same. إذا المركبة السينية للprojectile motion، المركبة السينية للسرعة في حركة المقذوفات دائما بتحافظ على المقدار وعلى الاتجاه، بمعنى السرعة السينية الابتدائية اللي بدأ فيها هذا الجسم هي نفسها بعد فترة زمنية قصيرة عند أقصى ارتفاع، وحتى لما بيرجع لسطح الأرض أو لنفس المستوى اللي انطلق منه، الآن هذه المركبة السينية رح يكون لها نفس المقدار ونفس الاتجاه. لكن اللي رح يختلف عندنا الصحيح هو المركبة الصادية للفيلوسيتي. Let's see. راقبوا معي، السرعة الصادية في بداية الحركة كان لها قيمة معينة اللي هو the magnitude of this arrow and in this direction up. الآن بعد فترة أثناء صعود هاي الكرة أو هذا الجسم للأعلى، شوفوا قل طول هذا المتجه. عند أقصى ارتفاع أصبحت ال y component لل velocity is equal zero، كل السرعة اللي معاه فقط مركبة سينية. بعد هيك السرعة بدأت تزداد لكن في الاتجاه السالب للأسفل. Well, how we can explain this؟ هلا رح نعرف لاحقا انه هذا النمط من الحركه، الاجسام اللي بتتحرك بالقرب من سطح الارض عليها قوه واحده فقط اللي هي قوه الجاذبيه، طبعا باهمال اي قوه اخرى، مثلا اذا في مقاومه هواء، اذا في قوه معيقه مثل مقاومه الهواء او احتكاك، اذا مش موجوده هاي القوه بحكي انه the only force acting on this object، القوه الوحيده اللي بتاثر في الجسم هي الجرافيتيشنال فورس. صحيح هذا الكلام يعني سابقا لاوانه، لكن كويس ان نعمل يعني انترودكشن، نمهد للفورسز. هذا النمط من الاجسام بتحرك تحت تاثير وزنه، تحت تاثير قوه الجاذبيه، وقوه الجاذبيه هي اللي بتعطيه تسارع. هذا التسارع is the gravitational acceleration اللي درسناه سابقا، هو تسارع السقوط الحر او تسارع الجاذبيه، وبنعرف انه هذا التسارع فقط باتجاه الواي اكسس. اذا لاحظوا there is no acceleration on the x axis right، أنا ما عندي أي تسارع على محور السينات، فقط عندي acceleration على الـ y-axis. الآن لأنه we don't have any acceleration on x-axis, the velocity will remain the same. Same magnitude and same direction. لأنه ما عندي أي تسارع على محور السينات، ستبقى السرعة ثابتة مقداراً واتجاهاً. What about the acceleration on the y-axis? الآن تعلمنا أنا وياكم سابقاً أنه إذا بتكون السرعة والـ acceleration لهم different signs، إشارات مختلفة، اتجاهات مختلفة، هذا الأوبجكت will slowing down، هذا الجسم رح يتباطأ.
لاحظوا أثناء انتقال هذا الجسم من نقطة البداية للماكسيموم هايت لأقصى ارتفاع، السرعة للأعلى، مركبة السرعة للأعلى to the positive direction of the y-axis، بينما the gravitational acceleration is always negative، دائما للأسفل، لأنه جذب الأرض للأجسام دائما to the center of the ground، دائما باتجاه مركز الأرض، تمام؟ طيب الآن في هاي الحالة رح أجي أحكي أثناء الصعود السرعة والتسارع لهم إشارات مختلفة، so the velocity will decrease and this is what happened. لاحظوا السرعة الصادية كان إلها قيمة معينة، شوي شوي بتتناقص لحتى توصل الزيرو. الآن أثناء الهبوط اللي عم بيصير السرعة للأسفل والgravitational acceleration للأسفل اثنين بنفس الاتجاه، إذن السرعة رح تبدأ تزداد. هي فعلا وصلت زيرو لأقصى ارتفاع، لما دائما أقصى ارتفاع معناه ما رح يمشي بالاتجاه الصادي أكثر من هيك، هي أقصى إزاحة بيقدر يرتفعها هذا الجسم عن سطح الأرض. الآن أثناء الهبوط السرعة والتسارع again in the same direction، تبدأ السرعة تزداد بالاتجاه السالب. الآن شو اللي بهمني أعرفه؟ بهمني أعرف إنه هذا النمط من الحركة بينقسم إلى نمطين. النوع الأول اللي هو horizontal، حركة أفقية، وحركة أخرى حركة عمودية. حتى نفهم هاي الحركة ونبدأ نطبق عليها خليني أدرس أنا وياكم بداية سرعة الجسم الابتدائي. بدي أفترض أنه هذا الجسم بدأت أراقبه at this moment at t equal zero، أطلقته بسرعة ابتدائية مقدارها v naught. v naught إلها مركبة سينية وإلها مركبة صادية، and we know exactly how to get these two components right. أنا بإمكاني أني أحصل على المركبة السينية من خلال v naught cosine theta naught، there is a typo هون، أوكي هاي theta naught. السرعة السينية الابتدائية هي مسقط V naught على الـ x-axis which is V naught cosine theta naught. Similarly for V naught y هي عبارة عن V naught sine theta naught. Okay. الآن لو اجيت سألتكم يا هل ترى طيب at any point later on، عند أي نقطة بعد ما ينطلق هذا الجسم مثلا عند هاي النقطة، well in this case again the velocity has two components x component and y component. بالنسبة لل x component it will be the same as the initial one لأنه هاي حركة بسرعة ثابتة، بينما ال y component will change. So later on v has x component and y component. هلا ال x component إذا باخذ ال v وبضربها في كوساين أي زاوية على طول هذا المسار رح يضل هذا المقدار ثابت نفسها السرعة الابتدائية، بينما for the y component it's gonna change لأنه عندي acceleration على ال y axis. Okay. طيب إذا الآن رح نيجي نحكي هذا النمط من الحركة مقسم إلى حركتين، واحدة منها بنسميها ال horizontal motion، حركة أفقية. حركة أفقية بمعنى هي حركة على ال x axis، والحركة الأخرى رح نسميها ال vertical motion اللي هي على ال y axis، بمعنى إنه هذا الجسم أثناء انتقاله من نقطة إلى أخرى بيقطع مسافات سينية and at the same moment بيقطع مسافات باتجاه ال y axis. This is why we are calling this one motion in two dimension. Okay. So the projectile motion هو مثال جيد صحيح على الحركة في بعدين. الآن بدنا نعرف إنه في ال horizontal motion there is no acceleration، أنا ما عندي تسارع، فيش عندي تسارع، فيش عندي قوة الصحيح بتسبب حركة هذا الجسم بالاتجاه السيني. لهذا السبب the velocity component in the x direction will remain constant، رح تظلها ثابتة على طول حركة هذا الجسم. إذن رح أجي أحكي السرعة السينية هي نفسها في أي لحظة، هي نفسها السرعة السينية الابتدائية بتعبر عن الإزاحة السينية اللي بيقطعها هذا الجسم divided by delta t. And this is the only equation we're gonna apply in horizontal motion. هاي المعادلة الوحيدة في الحركة السينية، ما في غيرها. نرتب المعادلة، شو بتصير عندي؟ إذا برتب المعادلة بتصير delta x المسافة الأفقية اللي بتحركها هذا الجسم على محور السينات عبارة عن v naught x اللي هي v naught cosine theta naught مضروبة في delta t. هاي المعادلة اشتقيتها exactly from this one. لكن بالنسبة لل vertical motion الحركة على محور الصادات، لاحظوا إنها حركة بتسارع ثابت. شو هو هذا التسارع؟ هو ال gravitational acceleration اللي هو g، قيمته g 9.8 meter per second square واتجاهه to the negative direction of the y axis، اتجاهه على محور الصادات السالب. الآن إذا كان عندي جسم بتحرك بتسارع ثابت، شو هي المعادلات اللي بتنطبق عليه؟ درسناها في chapter 2، هي معادلات الحركة بتسارع ثابت equations. Okay, for any object moving with constant acceleration. في هاي الحالة رح أجي أحكي well، واحدة من المعادلات بتحكي لي delta y، طبعا أنا بطبق على ال y axis لأني بتعامل مع الحركة العمودية. Okay.
دلتا واي بتساوي في نوت واي تي بلس 1 هاف اي تي سكويرد، وبنعرف انه الاكسلريشن في الواي دايركشن ما هي الا ماينس جي. اوكي طيب well, راح اجي احكي السرعه الصاديه الابتدائيه حللناها احنا من البدايه، هي اول خطوه اصلا بعملها بالبروجكتايل موشن، اذا اعطاني الزاويه الابتدائيه والسرعه الابتدائيه بحلل في نوت واي، في نوت الى مركب السينيه وصاديه. So v not y, this term, عبارة عن v not sine theta not t minus 1 half times g t squared. معادلة أخرى بتحكي لي إنه السرعة الصادية في أي لحظة هي السرعة الصادية الابتدائية مضاف إلها التسارع في الزمن، التسارع هو minus g and again v not y ما هي إلا v not sine theta not. والمعادلة الثالثة اللي اشتغلناها سابقاً واشتقيناها بتحكي لي إنه مربع السرعة النهائية بتساوي طبعاً باتجاه الواي أكسس، بتساوي مربع السرعة الابتدائية plus 2 times A times delta Y. التسارع again minus G V not Y ما هي إلا V not sine theta. صحيح these are the main equations of motion، هي أهم المعادلات اللي بتهمني في الحركة بتسارع ثابت. إذا بتذكروا في chapter 2 بجوز كتبنا 5 or 6 equations، it doesn't matter، في النهاية أنا صحيح راح أتعامل with 3 these 3 fundamental equations. okay المهم إني أقرأ السؤال صح، أشوف المعطيات وأختار المعادلة اللي بتناسب حل هذا السؤال. صحيح بدي أنبه لشغلة قبل ما ننتقل، لاحظوا في الحركة السينية عندي معادلة واحدة، في الحركة الصادية we have 3, 4, whatever equations. إيش الإشي المشترك ما بين الـ horizontal and vertical motion؟ الـ common factor بينهم هو just the time، الزمن اللي بيستغرقه هذا الجسم ليوصل لأقصى ارتفاع وينزل للأرض هو نفسه الزمن اللي بيستغرقه لينطلق من نقطة البداية إلى أقصى نقطة على الإكس أكسس. واضح؟ So the time is the common factor or the common variable between the horizontal motion and the vertical motion. Just keep this in your mind. الزمن هو الإشي الوحيد المشترك بين الحركة الأفقية والحركة العمودية. Well, if we're gonna find, let's say, maximum height, أقصى ارتفاع بيوصل إلى الجسم. باجي بحكي أقصى ارتفاع الـ y maximum هاي، لاحظوا إنه إلها علاقة بالـ y components, right؟ هي إحدى الـ variables أو الـ quantities on y direction، إحدى الكميات على الـ y axis. طيب شو بعرف عنها هاي؟ بعرف عنها إنه هذا الجسم لما يوصل لأقصى ارتفاع سرعته الصادية بتساوي صفر، وإحنا شفنا سابقاً إذا برمي جسم عمودي للأعلى وبينزل للأرض عند نقطة معينة بتوقف، ما رح يصعد أكثر من هيك وبعدين رح ينزل. هلا similarly for the projectile motion، المركب السيني ما في أي تغيير عليها، لكن المركب الصادية بتقل تدريجيا لحتى تصير zero بعدين بترجع تزداد. So we know at the maximum height Vy بتساوي zero. شو رح أعمل الآن؟ رح أخذ نقطة البداية ونقطة أقصى ارتفاع. طبعا إحنا لما بنحكي V و V not، نقطة البداية ونقطة النهاية هم نقطتين أنتم بتختاروهم على طول المسار ومنعوض فيهم، واضح؟ مش بالضرورة إنه دائما نقطة البداية ونقطة النهاية للرحلة كاملة، لا، رح أختار أنا الآن النقطة اللي بدأ من عندها الجسم الحركة والنقطة عند أقصى ارتفاع. الآن باجي بحكي at maximum height عند أقصى ارتفاع Vy equal zero right؟ طيب الآن حتى أحصل على ال y maximum، لاحظوا y not اللي هو ارتفاع الجسم الابتدائي zero، كان هذا الجسم موجود هون على سطح الأرض وانتقل لل y maximum. لو اجيت انا وياكم وفكرت actually using this equation بهاي المعادله الثانيه، خليني اشوف على ايش راح احصل. سرعه الصاديه النهائيه صفر، سرعه الصاديه الابتدائيه عباره عن v not sine theta not minus 2 times g، هي صحيح هي دلتا y، دلتا y اللي هي y final minus y initial اللي هي ال y final اللي هي الماكسيمم هايت. اوكي لاحظوا إنه عادة V نوت بيعطيني إياها، theta نوت بيعطيني إياها، و G is just constant, so we can find the maximum height using this equation. هلا صحيح أنا ما بحب أحفظ sub equations أو معادلات جزئية، خلاص إذا بعرف أنا أستخدم وأشتغل بهاي المعادلات انتهى. باختياري للمعادلة الثالثة بعرف إنه السرعة النهائية الصادية عند أقصى ارتفاع بتساوي zero، برتب المعادلة ومنها بحصل على أقصى ارتفاع. Well, إذا كنت أنا interested بمعرفة زمن الرحلة كاملة، باجي بحكي again ممكن أنا أو زمن الوصول لأقصى ارتفاع، بلاش زمن الرحلة كاملة، للانتقال من نقطة البداية لأقصى ارتفاع. لاحظوا إذا إجيت اخترت المعادلة الثانية the second equation this one، عند أقصى ارتفاع السرعة الصادية صفر right؟ الآن السرعة الصادية الابتدائية بعرف إنها V not sine theta not minus G times T. في هاي الحالة
برتب المعادلة وبحصل على زمن الوصول لأقصى ارتفاع. So this time, هاي الإيكويشن اللي عندي هون تحسب لي, okay, the time needed to reach to the maximum height, زمن الوصول لأقصى ارتفاع. طيب, well, هلا ممكن يجي حدا يحكي لي, طيب بدي زمن الرحلة كلها. فرضاً إنه the problem asking to find مثلاً the time needed for the whole trip or for the entire trip, okay, بدي زمن الرحلة كلها or the flying time, زمن الطيران كله. باجي بحكي الآن أنا حصلت على زمن أقصى ارتفاع, فينا نيجي على زمن أقصى ارتفاع ونضربه في اثنين. بس بدي أنبه, هذا الكلام صحيح تحت شرط واحد, إنه يكون عندي التيبيكال فورمولا, الحالة العامة الخاصة اللي عندي هون, عفوا, اللي هي إنه بيبدأ من نقطة وبيرجع على نفس ارتفاع نقطة البداية. في هاي الحالة we will say, طبعا بالإضافة إنه ما فيش عندي قوة احتكاك, ما في عندي مقاومة هواء, okay, in this case yes we can say إنه the time needed for the entire trip, زمن الرحلة كلها, ما هو إلا the time needed to reach to the maximum height multiplied by 2. إني أخذ زمن الوصول لأقصى ارتفاع وأضربه في 2. غير هيك لا. يعني لو كان عندي جسم على تلة ونزل للأرض ما بصيرش أجي أجزئها لفترتين متساويتين. واضح؟ أو انتقل من سطح الأرض وانتقل لتلة, أو انتقل لسطح بناية. So to deal with the total time or the time needed for the entire trip, لازم يكون عندي هذا الشكل اللي موجود عندي هون. لاحظوا, بتلاحظوا انه هذا الشكل اللي انا رسمته او موضحته بهذا الرسم بوضح لي حركة المقذوف في الاكس وفي الواي اكسس. من الاشياء اللي بتهمنا الصحيح ما يعرف بالرينج. اذا بترجعوا للرسومات بتلاقوا انا كاتب لكم R. R هي اختصار ل range. What do we mean by range? Range هي الماكسيمم ديستانس on x axis or on the horizontal direction. أقصى مسافة أو إزاحة بيتحرك الجسم على محور السينات. لاحظوا هذا الجسم بيطلع للأعلى وبيرد ينزل للأسفل. كم أبعد نقطة عن نقطة البداية, هاي هي اللي بنسميها الرينج. Okay, so we're gonna find the equation to calculate the range. And again, مش بالضرورة أحفظ المعادلات ولا أحفظ الصيغة النهائية. أنا فيه بخطوة أو خطوتين أوصل للنتائج اللي راح نحسبها الآن. Okay, لكن يعني أحياناً البعض يحب إنه يشتغل في معادلات فرعية لحساب الرينج just إذا أعطاني V note and theta note. That's it. خلينا نشوف. حكينا بالنسبة للحركة الأفقية, عندي الإزاحة الأفقية دلتا X بتساوي V note X مضروبة في دلتا T. إحدى معادلات الحركة على الواي أكسس دلتا Y بتساوي V note YT minus 1 half GT squared. صحيح رح أشتغل بهذول المعادلتين ورح أحكي التالي. حتى أحسب هذا الرينج بدي أجي على المعادلة الأولى, إذا قطع الجسم كل الرحلة من نقطة البداية لنقطة النهاية. In this case, delta x is just r, هي الرينج. V note cosine theta note, هاي السرعة السينية الابتدائية في t. هاي المعادلة اللي مكتوبة عندي هون هي بتطبيق المعادلة اللي على الـ horizontal direction, which is just one equation, معادلة واحدة. الآن على الـ y-axis, لاحظوا اخترت أنا هاي المعادلة اللي بتحكي لي الارتفاع النهائي بساوي الارتفاع الابتدائي مضاف إلى V note yt plus 1 half at squared. لاحظوا إذا كان عندي جسم بدأ من نقطة ورجع لنفس النقطة نفس مستوى الارتفاع, في هاي الحالة y minus y not will be zero. تمام؟ الدلتا y اللي هي الفرق الصادي ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية في هاي الحالة راح يكون zero. إيش بيساوي؟ v not y t minus 1 half times g times t squared. Okay. إحنا اللي بدنا إياه بدنا نحسب الرينج. So شو راح أعمل الآن؟ اللي راح أعمله راح أجي أخذ التايم من هاي المعادلة وأعمل له substitute في هاي المعادلة. أوكي؟ راح أخذ الزمن من معادلة الـ horizontal motion وأعوضها في الـ vertical one. مش راح أضيع عليها وقت, خطوتين ثلاث راح نوصل من خلال حل المعادلات إنه هذا range given by this equation 2 times V note square times cosine theta note sine theta note على G. وبنعرف إنه الـ geometrical identities بيحكوا لي إنه إذا بأخذ 2 times the cosine times the sine ما هو إلا sine ضعف الزاوية. إذن we can rewrite the range, بإمكاني أكتب الرينج بأنه بيساوي V note squared sine 2 theta note divided by G. لاحظوا هاي النتيجة اللي حصلت عليها بتمكنني من حساب أقصى إزاحة بيتحركها هذا الجسم على المسافة الأفقية أو على المحور الأفقي اللي هو X axis just by given the V note السرعة الابتدائية and theta note. هاي المعادلة من خلال المعطيين هذول اللي عادة أي typical question بيكون بهذا الشكل,
بإمكاني أحسب الرينج. لكن بدنا ننتبه إنه هذا الكلام صحيح، يعني بإمكاني أستخدم هاي المعادلة وأطبقها straight forward إذا أعطاني جسم بدأ من نقطة مشى بهذا الشكل اللي رح نشتقه الآن البارابولا قطع مكافئ وبعدين رجع لنقطة على نفس ارتفاع النقطة الأولى. Otherwise we can't use this equation. فهذا الكلام مشروط بالحالة اللي عندي هون. Well خلينا نحاول أنا وياكم نوجد equation للباث اللي بيسلكه هذا الجسم، معادلة المسار. لما أحكي معادلة المسار يعني بمعنى آخر كأني بحكي لكم بدي ألاقي equation بتربط ما بين الـ x component and the y component. هلا لاحظوا هذا الشكل في الماث ما هو إلا بارابولا، قطع مكافئ، القطع المكافئ is concaving down، تقعره للأسفل، معناها أنه راح يكون الـ x squared اللي هي الـ quadratic equation الحد الأعلى فيها اللي هي الـ x تربيع بدها تكون سالبة. So let's see that. خلينا نشوف أنا وياكم الآن. بعرف من معادلات الحركة على الـ y-axis، واحدة من المعادلات بتحكي لي دلتا y بتساوي v naught y السرعة الصادية الابتدائية في t minus 1 half gt squared. وعندي أيضا المعادلة على الـ horizontal motion دلتا x بتساوي v naught cosine theta naught times t. اللي رح أعمله رح أخذ الزمن الكلي t هذا اللي عندي هون وأعوضه في المعادلة الموجودة عندي هون. ليش؟ حتى أكتب y بدلالة x. Okay, so we're going to substitute the time from the horizontal motion in the equation on vertical motion. بتطبيق T في هاي المعادلة وتبسيط العلاقة ما رح أضيع عليها وقت. شوفوا على إيش حصلت. حصلت على إنه Y بتساوي some constant whatever في X مضاف إلى حد آخر في X squared. إذا العلاقة اللي بتربط ما بين Y وما بين X هي quadratic equation، معادلة تربيعية. لاحظوا الـ higher power إلها اللي هي الـ X squared with a minus sign. إذا هذا عبارة عن بارابولا قطع مكافئ، okay, concaving down مقعر للأسفل. وفعلا الـ projectile motion إذا بطلق جسم هذا الجسم رح يمشي بهذا النمط الموجود عندي هون. Okay, so this is a proof إنه الـ equation of motion, the equation of the path between y and x هي علاقة تربيعية حسب ما منشوفها in reality. Well, حتى نتأكد إنه هاي الكونسبت صحيحة أو فهمناها، خليني أحل أنا وياكم هذا السؤال. وصحيح الـ checkpoint من أهم الأسئلة اللي منناقشها في الكلاس لأنها conceptual questions، يعني أسئلة بتحاكي المفاهيم، هل المفهوم وصل أو لا؟ الآن بحكي لكم في هذا السؤال. A fly ball is hit to the outfield. ضربنا كرة في ملعب. During its flight, ignore the effects of the air. اهمل مقاومة الهواء. And actually, we will not discuss anything related to the effect of the air. الآن مطلوب. What happens to its horizontal and vertical components of velocity? مطلوب نحدد شو رح يصير للسرعة الأفقية والسرعة الصادية. أيضاً What are the horizontal and vertical components of its acceleration during ascent, during descent, and at the topmost point of its flight? شو راح يصير للمركبة المركبة التسارع الأفقية والعمودية أثناء صعود هذا الجسم وأثناء هبوطه وعند the topmost point اللي هي the maximum height عند أقصى ارتفاع ممكن يوصل إلى هذا الجسم. Well, نبدأ بالvelocity. لأن لو إجيت سألتكم الهوريزنتال فيلوسيتي المركبة السينية للسرعة شو بيصير لها على طول مسار هذا الجسم بغض النظر كان أثناء الصعود ولا عند أقصى ارتفاع أو أثناء الهبوط it's gonna be the same. اتفقنا أنه ما في عندي acceleration باتجاه محور السينات وبالتالي v naught x it's gonna be the same at any point. Okay, so vx will be constant. مركبة السرعة السينية رح تضلها ثابتة. What about the y component of the velocity? Well, بجي بحكي Vy أثناء الصعود عم تتناقص. It's decreasing, right? At the topmost point, at the maximum height, it's going to be zero. الآن, during descendant, اللي هي أثناء هبوط هذا الجسم, اللي رح يصير the velocity will increase. وشرحنا قبل قليل أنه هذا السبب بيرجع لاتجاه السرعة مع الأكسلريشن. إذا كانوا بنفس الاتجاه هذا الجسم بتسارع, إذا كانوا مختلفات في الاتجاه هذا الجسم بتبطأ. أثناء الصعود, الفيلوسيتي الـ y component للفيلوسيتي عم تتناقص at the topmost point بتساوي zero وأثناء الهبوط راح تتزايد هاي السرعة لأنها راح تكون بنفس اتجاه الـ gravitational acceleration. الآن what about the acceleration؟ كم مقدار التسارع باتجاه محور السينات الـ horizontal acceleration؟ Well, الفيلوسيتي is constant
ما في عندي أي تسارع، ورح نشوف هذا الكلام إنه هذا النمط من الحركة ما بتأثر عليه أي قوة أفقية. Since the velocity is constant, so the acceleration is zero. ما في عندي أي تسارع. أصلاً مفهوم التسارع تغير السرعة. فإذا السرعة ثابتة, it doesn't make any sense إني أتحدث عن التسارع. Okay? What about the vertical component of the acceleration? هل هناك قيمة للتسارع على الـ y-axis وهل بيتغير؟ Well, هلا ممكن البعض يجي يحكي لي التسارع بقل للأعلى بعدين بصير زيرو بعدين بزيد للأسفل. بجي بحكي لكم be careful, انتبهوا. أنا ما عم بسأل عن الـ velocity, I'm asking about the acceleration. أنا بسأل عن التسارع. بدنا نعرف إنه yes, the velocity decreasing upward, increasing downward and equal zero at the topmost point, right? لكن بالنسبة للأكسلريشن عند أي نقطة على مسار هذا الجسم هناك تسارع واحد بيأثر عليه واتجاهه دائما للأسفل اللي هو الجرافيتيشنال أكسلريشن. فمش نخلط الأمور ونحكي والله عند أقصى ارتفاع التسارع بيساوي زيرو. لا, عند أقصى ارتفاع السرعة الصادية صفر, السرعة السينية ثابتة ما بتتغير, فيش تسارع سيني, لكن التسارع الصادي دائما رح يكون ثابت وقيمته هو جي واتجاهه باتجاه النيجاتيف واي أكسس. الconceptual questions هاي is very important, ضروري جدا نفهمها. إذا إحنا مش قادرين نميز ونفهم هاي الconcepts الصحيح ما رح نقدر نحل أي سؤال. It's very important إني أميز إنه السرعة السينية ثابتة على طول المسار. السرعة الصادية بتتغير, بتتناقص أثناء الصعود, صفر عند أقصى ارتفاع, بتتزايد أثناء الهبوط. ما في عندي تسارع باتجاه محور السينات and we have only one acceleration باتجاه الواي أكسس. Okay? Well, خليني أخذ أنا وياكم هذا هذا الرسم التخطيطي اللي أمامنا هون وأقارن أنا وياكم حركة جسمين ونشوف يا هل ترى هل فعلا هذا الجسم, يعني هو kind of proof, إثبات إنه هذا الجسم القوة الوحيدة اللي بتأثر عليه هي الجرافيتيشنال فورس. أنا وجيت سألتكم وحكيت كالتالي, عندي جسم, هذا الجسم بدي أخليه is dropped as a free fall object, أطلقت جسم وتركته يسقط سقوط حر لكن vertically, ما إله X component. مسكت كرة وتركتها تسقط, هي الكرة اللي باللون الأحمر, كرة كنت ماسكتها سرعتها الابتدائية zero وتركتها تسقط. هذا درسناه سابقا في chapter 2. الآن النمط الثاني, الكرة اللي باللون الأزرق, لو أنت باللون الأزرق شو عم بحكي لكم, this is a projectile object, جسم أطلقته من سطح الأرض وصل لأقصى ارتفاع وبعدين بيرجع لسطح الأرض. صحيح, I want to compare these two kinds of motion اللي هو السقوط الحر عمودي والسقوط من أقصى ارتفاع اللي هو الجزء الثاني للبروجكتايل موشن, الشق الثاني من حركة المقذوف اللي هو لما بيوصل لأقصى ارتفاع وبيوصل للأرض. لو جينا سألنا يا هل ترى هل رح يختلف الفترة الزمنية اللازمة لهاي الأجسام لحتى توصل لسطح الأرض؟ Is the time needed to reach to the ground? It's gonna be the same for the red one and the blue one. خلينا نشوف. بالنسبة للريد بول, بالنسبة للكرة الملونة باللون الأحمر, أنا بعرف إنه إحدى معادلات الحركة اللي بتنطبق عليها دلتا واي بتساوي في نوت واي تي ماينس 1/2 جي تي سكويرد, حركة بالقرب من سطح الجاذبية, عفوا من سطح الأرض, إذا بيأثر عليها قوة تسارع الجاذبية. بدنا نعرف إنه هذا الجسم اللي هي هاي الكرة اللي عندي هون بدأت بسرعة مقدارها زيرو, so في نوت واي إيكوال زيرو. واضح؟ هذا الحد بيروح. شو بصفي عندي؟ بصفي عندي دلتا واي, هيها this equation equal 1/2 a t squared, وبعرف انه a هي minus g. طيب هاي الكرة بدأت من ارتفاع y نوت, رح نعتمد خط المرجع غالبا سطح الأرض لكن مش بالضرورة, تمام؟ بدي افترض انه الأوريجين عندي هون. هاي الكرة اللي باللون الأحمر كانت بداية على ارتفاع y نوت and finally وصلت للجراوند. إذا in this case y بتساوي zero and y نوت has a value. So minus y نوت بيساوي minus 1/2 g في t squared. بنرتب المعادلة وبنحصل على الزمن اللازم لهاي الكرة الملونة باللون الأحمر to reach to the ground, إنها توصل للأرض. What about the blue one? لأن البلو 1 again I want to use the same equation, delta y بتساوي v نوت t minus 1/2 g t squared, وبعرف كمان في البروجكتايل موشن. لاحظوا الآن وين النقطتين اللي بقارن بينهم, أقصى ارتفاع والأرض. واضح؟ أنا ما باخذ نقطة البداية لحتى يوصل للأرض, فقط هذا الجزء الثاني. الآن من أقصى ارتفاع عند أقصى ارتفاع we know, الآن بعرف إنه بالنسبة إلي الآن هي نقطة البداية, هاي نقطة لأني بدي أقارن النقطة عند أقصى ارتفاع بالنقطة على سطح الأرض. So this is our initial point.
وبعرف in this case إنه السرعة عند أقصى ارتفاع will be zero. So this term will vanish ويظل عندي دلتا y بتساوي 1 half a في t squared بعوض وبنفس الطريقة رح أحصل على نفس الفترة الزمنية. So this is a proof. صحيح this is a proof إنه هذا الجسم اللي بتحرك within earth surface اللي بتحرك بالقرب من سطح الأرض عليه تسارع واحد هو الـ gravitational acceleration وكل الأجسام رح توصل بنفس الفترة الزمنية إذا تم إسقاطها. إذا تم إسقاطها من نفس الارتفاع it should reach the ground at the same time رح توصل بنفس الفترة الزمنية. أوكي. الآن لنفترض أني بدي أوجد المسافة الأفقية هذا المسافة اللي تحركها هذا الجسم الجزء الثاني من البروجكتايل موشن. Well in this case رح أجي أحكي المسافة الأفقية السرعة السينية الابتدائية اللي ما رح تتغير مضروبة في الفترة الزمنية لازمة حتى يوصل للجراوند اللي إحنا already اشتقيناها وبحسب من خلالها الفاينل displacement على الإكس أكسس طبعا من الماكسيموم بوينت من أقصى ارتفاع مش من بداية الحركة. Okay. Well, خليني أحل أنا وياكم هذا السامبل problem وبعدين أتوقف. الآن this is example number 5 in chapter 4 باختصار حتى نكسب أكبر وقت ممكن. الآن this is a demo كيف water slide اللي هي مزلجة مائية زلاجة مائية يعني في إحدى الألعاب تمام. مزلجة مائية بيكون راكب عليها شخص بتكون بتتحرك بسرعة معينة عند نقطة معينة بتطلق هذا الراكب اللي عليها أو هذا الشخص أو هذا اللاعب. الآن بينطلق بسرعة ابتدائية مقدارها V نوت بزاوية مقدارها ثيتا نوت. إذا كان الإطلاق جيد وتحريك الووتر سلايد كان بحرفية عالية هذا الشخص راح ينزل في المكان اللي يفترض أنه ينزل فيه اللي هو in the water pool. Otherwise راح يكون خسر اللعبة وراح يسقط في مكان sure safe اللي هو في حوض مائي تمام؟ الآن بيحكي لي في details كثير في السؤال هذا الشخص انطلق بسرعة ابتدائية V note بزاوية theta note والآن بدنا نشوف مقدار نشوف شو المطلوب في السؤال. هلا بداية بيحكي لي إنه horizontal distance هاي المسافة D is 20 meters وبدنا ننتبه هذا السؤال أو المثال اللي عندي هون هو مش typical formula. لاحظوا نقطة البداية ونقطة النهاية are at different height مش على نفس الارتفاع. إذا ما بيصير أروح أستخدم قانون الرينج اللي اشتقيناه أو إني أحكي مثلا زمن الرحلة كاملة هو ضعف زمن الوصول لأقصى ارتفاع. لا بدنا ننتبه هذا الكلام is not true. Okay. So this man or this child whatever هذا الطفل اللي عندي أطلق بسرعة V نوت الآن رح يمشي as a projectile motion وبعدين يوصل للwater pool معطيني الـ horizontal distance this is 20 meters معطيني the flight time. The flight time اللي هو زمن الرحلة كاملة من لحظة الـ launching point من هون نقطة الانطلاق إلى الـ landing point نقطة الوصول هاي مقدارها 2.5. And again انتبهوا لو إني باجي بسألكم يا هل ترى what's the time needed to reach to the maximum height مثلا أعطوني كم الفترة الزمنية اللازمة للوصول لأقصى ارتفاع ما بصير تيجوا تقولوا لي والله it's 1.25 second نصف هذا الزمن. لا ليش؟ لأنه أنا ما بدأت من نقطة وانتهيت على نفس الهايت على نفس الارتفاع. Okay. بدأت من نقطة وانتقلت لنقطة أخرى أقل أو أعلى منها in this case it's lower than the launching point إذن ما رح أخذ نصف الفترة الزمنية. فننتبه لهذه الأمور معطيني again the horizontal distance معطيني the whole time for the entire trip زمن الرحلة كلها ومعطيني theta note. Okay. هلا بهاي المعطيات الثلاث مطلوب find the magnitude of the velocity at launch and at landing مطلوب نحدد مقدار فقط مقدار مقدار السرعة عند نقطة البداية وعند نقطة النهاية. هلا بدنا ننتبه إنه at launching point عند نقطة الإطلاق V note this is V note هي هي السرعة الابتدائية إلها مركبة سينية وإلها مركبة صادية. واضح أصلاً من اتجاه هذا المتجه إنه هذا this is a vector in the first quadrant right متجه في الربع الأول المركبة السينية موجبة والصادية موجبة. بدنا ننتبه للإشارة لأنه الإشارة is a good indicator هي مؤشر جيد إنه شغلي صح أو لا.
هلا هذا الجسم لما بيعمل landing at the water pool، لما بينزل هون، لاحظوا اتجاه السرعة راح يكون بهذا الاتجاه. فإذا بشتغل صح الآن الـ X component still to the right، الـ Y component راح تكون down. الآن لو اجيت سألتكم هل راح تختلف السرعة السينية عند نقطة النهاية عن السرعة السينية الابتدائية؟ The answer is no. They should be the same value. لازم يكونوا نفس القيمة. And why is that? لأنه اتفقنا أنه في الـ horizontal motion it's motion with constant velocity. There is no acceleration. So V naught X will remain the same for the entire trip. لكل الرحلة. تمام؟ Well, حتى أوجد أي معلومات إلها علاقة باللانشينج بوينت وبعدين أنتقل لللاندينج بوينت، بتطلع على معطيات السؤال. معطيني مسافة أفقية وزمن. إذا واضح إذا بطبق على المعادلة الوحيدة على الهوريزونتال موشن بإمكاني أحصل على في نوت إكس، رايت؟ أنا عندي طبعًا المفروض هذا الحد ما أكتبه لأنه أنا بعرف إنه الأكسلريشن إز زيرو، أوكي؟ So we're gonna end with delta X بتساوي V naught X times T. Delta X معطيني إياها 20 meters والزمن للرحلة كاملة معطيني إياها. So from this equation we can find the initial component of the velocity on the X axis which is 8 meters per second. لاحظوا الكومبوننت طلعت عندي موجبة which is agree to what we expect, right? هذا بيتفق مع الإشي اللي إحنا عم نتوقعه. الآن أوجدت أنا وياكم الـ X component. بس بدنا نعرف انه حتى اوجد انا في نوت كلها هاي لازم اعرف في نوت اكس ولازم اعرف في نوت واي وبعدين اخذ الثنتين تحت الجذر التربيعي، مش هيك جرت العاده؟ well باجي بحكي ما انا بعرف انه في نوت اكس عباره عن في نوت في كوساين ثيتا نوت. في نوت اكس معي، ثيتا نوت معي، اذا بوجد في نوت. بامكاني مباشره احكي from this equation we can find في نوت بانها المركب السينيه على كوساين ثيتا نوت. الان هاي شو هي اللي عندي هون؟ this is the whole velocity. لاحظوا السرعة الكلية اللي انطلق فيها هذا الجسم. And this is what needed. هذا الصحيح اللي مطلوب في السؤال. أعطيني مقدار السرعة عند انطلاق هذا الجسم. لاحظوا المطلوب the magnitude بدي المقدار. برجع بنبه. لو كان المطلوب find the velocity at the launching point using unit vectors notation بدلالة متجهات الوحدة لازم أجي أكتب V naught بتساوي V naught X I hat plus V naught Y J hat. فحتى اكتبها بدلاله اليونت فيكتورز نوتيشن هيها في نوت اكس. الان من وين بدي اجيب في نوت واي؟ باجي بحكي في نوت واي عباره عن في نوت في ساين ثيتا نوت، بوجدها وبكتبها بدلاله متجهات الوحده. الصحيح مش هذا المطلوب، مطلوب جست تو فايند جست في نوت. اوكي، الان وات اباوت ذا لاندنج بوينت، نقطه النهايه. اجين لنقطه النهايه عندي مركبه سينيه وعندي مركبه صاديه. Now we know the V naught X will not change. إحنا بنعرف إنه هاي will remain the same. رح تظلها نفسها. V النهائية رح يكون إلها مركبة باتجاه ال X axis and this gonna be constant. ما رح تتغير. لكن السرعة اللي على ال Y axis رح تتغير. كيف بدي أوجدها؟ واحدة من معادلات الحركة على ال Y axis بتحكي لي إنه السرعة الصادية النهائية بتساوي الابتدائية plus A Y times T. بعرف V naught Y بإنها V naught sine theta naught. This is already known. Theta naught is given. والاكسلريشن از ماينس جي اند وي نو واتس تي، ذاتس ات. بامكاني الان احسب المركب الصاديه للسرعه لما بيوصل هذا الجسم لنقطه النهايه which is minus 17.78. لاحظوا سالبه. And this is again agree with what we expect. هذا بيتفق مع الشيء اللي احنا متوقعينه. Well الان بدي في الكليه. باجي بحكي في الكليه بدي اخذ الجذر التربيعي للمركب السيني squared plus the y component squared وبحسبها. Again, if the problem asks to find the velocity at landing point in unit vectors notation بدلاله متجهات الوحده كيف بكتبها؟ بحكي v بتساوي this quantity اللي هي 8 i hat minus 17.78 j hat. Okay? So ننتبه لهذا الشيء. راح اتوقف لهون. Let me see. Yep, okay. So let me...